ولكن دكتور عماد، يعني التصعيد مستمر من قبل الجانبين الغربي والأوكراني ومن الجانب الروسي، بالطبع تتابع المعارك الضارية التي تحدث على أكثر من محور في أوكرانيا بين القوات الروسية والأوكرانية. برأيك ما هو مصير اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية مع كل هذه التصعيدات، إن كان على صعيد الدعم العسكري من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة لأوكرانيا، أو حتى تهديد الجانب الروسي مرارا وتكرارا إزاء هذه التصاعدات وهذه الممارسات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟ كما تعلموا أن هذا الشتاء جاء مبكر، نحن الآن خلال أكثر من أسبوع الثلوج تغطي أغلب المدن، وفي الغرب وصلت أكثر من 40 سنتيمتر. إذن في حالة اعتقادي عدم وجود أي إخفاقات للجيش الروسي وعدم إحراج الجيش الروسي وإيقاعه في مزيد من الخسائر التي ستحرجه إذا لم يكن ذلك، فستستمر اتفاقية الحبوب بشكل سلس. ولكن إذا تعرضت القوات الروسية كما نرى يوما بعد يوم إلى مزيد من الإخفاقات وعجزها عن التقدم أو السيطرة على الأراضي التي تحتلها، فباعتقادي أنها بالتأكيد ستوقف هذه الاتفاقية للأسف الشديد. هذا ما اعتدناه من الجانب الروسي، أنه كلما لم تحقق أهدافها التي رسمتها تجعل ضغوطها من خلال الأوراق الأخرى كملف الطاقة وملف الحبوب وملفات أخرى. فبالتالي الأيام القادمة ستحدد، مع أنني كما أرى المشهد من أوكرانيا لا أعتقد أن الجانب الأوكراني أو الروسي في الفترات القادمة الشهور القادمة في الشتاء سيكون هدف لهم استراتيجي التقدم، أكثر هدف سيكون إرهاق الخصم واستنزاف الإمكانات العسكرية والمعدات لإضعاف قدر المستطاع، والأمور ستظهر بشكل واضح أكثر في بداية الربيع القادم. طيب دكتور عماد، إذا كان مصير اتفاق الحبوب الأوكرانية هو مرهون بانتصارات القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية، كيف سيمكن حل هذه الإشكالية في وقت تسعى الدول الأوروبية وحلف الناتو والولايات المتحدة لهزيمة روسيا على أرض المعارك؟ كما نعلم أن الحرب الحالية هي لم تصبح حرب أوكرانية روسية، بل على العكس هي أصبحت أوكرانية أو روسية غربية، روسية مع الناتو، والناتو يصرح بذلك. نعم أوكرانيا وجدت حلفاء لها من الناتو والاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا، وحظيت بدعم غير مسبوق، ولكن مع ذلك الحرب للأسف زادت تعقيدا، لأن روسيا ظنت أنها ستحقق أهدافها في زمن قليل وخسائر أقل، فوجدت أنها دخلت مستنقع. ولماذا؟ لأن الصمود الأوكراني فاجأها، والمعلومات التي كانت لديها قديمة لم تكن يعني حديثة للوضع اللوجستي للقوات الأوكرانية، إضافة إلى أنها لم تتوقع أن يصمد الناتو ويتوافق ويجتمع على دعم أوكرانيا كل هذا الدعم المسبوق. اليوم المستشار الألماني صرح أن ألمانيا لن تجعل أوكرانيا تخسر، ولن تخسر أوكرانيا ما دامت ألمانيا معها تدعمها في كل شيء. المشهد للأسف نحن يعني نتكلم عن واقع الحرب، وإن كنا نأمل السلام، لكن ما دام أن الحرب ماضية باعتقادي أن أوكرانيا لم تستنزف لا بالقوات البشرية كجنود ولا في المعدات، وكل من راهن على أن أوروبا هناك انقسامات داخلها، على العكس أنا أقول من الميدان هناك مؤشرات واضحة على وصول مساعدات بشكل دائم ومعلن من الجانب الأوروبي ومن الناتو، بل على وإضافة إلى أنه يعني تتميز تقنيته يوما بعد يوم لتكون أقوى وقدرة على إيجاد مضادات جوية للدفاع عن السماء الأوكرانية. طيب في سياق حديثنا عن ملف الأمن الغذائي والحبوب، الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية رفع العقوبات عن البنك الزراعي الروسي وإعادة ربطه بنظام التحويلات المالية سويفت، كيف تقرأ هذه المبادرة التي جاءت بعد مطالبات من الجانب الروسي ب يعني أهمية هذا البنك فيما يتعلق بتصدير الحبوب وأهمية الحبوب الروسية وتوفير التعاملات المالية البسيطة لإيصالها لدول العالم؟ سيكون هناك ضغوط من الاتحاد الأوروبي وحلفاء وأمريكا على منع روسيا من تصديرها وتعاملها بنظام مصرفي مقبول لدى روسيا
فبالتأكيد روسيا لن تقف صامتة، هي ستجعل كل غضبها في الضغط على كل العالم وليس على أوكرانيا فقط أو أوروبا. هي الآن تضغط عمليا، هي الآن تمارس ضغط غير طبيعي غير مسبوق لم نتوقع أبدا. والشعب الأوكراني أنا أقول يعني بما أراه وأتعايش به مع كل مكونات المجتمع الأوكراني، تفاجأ أن العقاب يعاقب به الشعب، ليس الجبهات وليس الجنود وليس الأماكن العسكرية، الشعب، المدن، المباني الحكومية، المؤسسات الصحية، المدارس والمؤسسات التعليمية، المرافق العامة المدنية، كل الشعب يعاقب الآن من قبل روسيا. إذن أيضا روسيا لابد أن توازن بين تحقيق أهدافها وأن يكون ذلك ضمن الإطار العسكري وضمن التشريع الدولي حتى لا يزيد الاحتقان أكثر. هي للآن تجمع أو تزيد نسبة الغضب داخل الشعب الأوكراني تجاهها، والنتائج التي تتلو كل القصفات، ونحن للأسف بعد يومين نتوقع أيضا هجمة كما حذرت وزارة الدفاع. الكل يتزود بالمياه، اليوم أنا تجولت في العاصمة كييف، أكثر من 80% من العاصمة كييف 6 ساعات لا يوجد فيها كهرباء، الكل يتزود بالماء والأدوية وما يمكن أن يستعين به في حالة انقطاع الخدمات الأساسية. شكرا لك دكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، كنت معنا من كييف، شكرا لك.